الدكتور سافر، الدكتور تغير. هلا تقويم الاسنان طبيعي انه هو معالجه طويله، يعني سنه سنه ونص احيانا سنتين، بتعرفوا في 8 شهور 10 شهور بغض النظر، انه هي معالجه تحتاج زيارات متكرره للعياده. فمن الطبيعي انه بعض الاحيان الدكتور يتغير. مثلا بتعرفوا انتم ظروف العمل بالخليج العربي بالذات، انه انت ما بتروح على دكتور عنده عياده مثلا فاتحها وعم يشتغل فيها وصار له 20 سنه بالمكان، غالبا بيكون عباره عن دكتور عم يشتغل بعياده، فمن الطبيعي انه يتغير الدكتور. هلا بصراحه هذا الموضوع ما له مشكله، لاني اولا انت مثل ما حكيت لكم كذا مره على موضوع اختيار دكتور، كيف انت بتسال عن الدكتور اللي منيح بتروح لعنده. دكتور التقويم عاده بيعمل قياسات بالبدايه، بيعمل اشعه، بيعمل دراسه للحاله، وبنحط خطه معالج. خطه المعالج بتكون مكتوبة على الملف، وأغلب حالات التقويم هي عبارة عن حالات تقريبا متشابهة بالخط العام لخطة المعالجة. فبالتالي ممكن أي دكتور إذا كانت عنده الريجستريشن كلها، القياسات والأشعة وملف المريض والخطوات، بكل بساطة بيقدر يكمل. وغالبا لما الدكتور بيمشي من العيادة بيكون في دكتور بديل يعمل تقاطع مثلا بين الدكتورين لفترة، بحيث انه يصير في تسليم للحالات، انه هالحالات ممكن مو كل الحالات، ممكن بعض الحالات اللي فيها شيء خاص، مثلا امور خاصة امور شوي صعبة ممكن تنشرح بشكل شخصي للدكتور. بالتالي انا برأيي الموضوع بسيط، ما كتير تاكلوا همه، طالما انتم اخترتوا عيادة محترمة ودكتور عارف حاله شو عم يشتغل، فما في اي مشكلة انه اي دكتور يكمل بنفس الطريقة اللي فيها الدكتور الاول عم يشتغل.